اخر واحد الاقيه هو اللي بيفوز. شرطه جت. اطلع عبد الحفيظ. زي ما وعدناكم، هذا تحدي الاختباء النسخة الصغيرة مع عبد الحفيظ واخته الصغيرة. طبعا احنا اتفقنا لو وصلتوا مقطع التحدي الاختباء تحت الماء 100,000 لايك بنزلكم النسخة الصغيرة مع عبد الحفيظ واخته الصغيرة، وهذه هي قدامكم. قبل ما اخليكم مع التحدي او المقطع، ابغى اقول لكم على خبر بيعجبكم مرة، بتأكد. ايش الخبر؟ اللي تابعني زمان، اللي كان مشترك في قناتي زمان ويتابع فلوقاتي زمان، يدري ان عبد الحفيظ واخته الصغيرة كانوا دايما يطلعوا معاي في القناة. كانت تقريبا قناتي قناة عائلية، بس للاسف لانه بحكم ان انا سافرت فما صاروا يطلعوا معاي في القناة. وكثير منكم كل ما تمر فترة دايما التعليق اللي ما اقدر اتخلص منه، فين عبد الحفيظ؟ فين اخت عبد الحفيظ؟ والله اشتقنا لعبد الحفيظ. ابغى اقول لكم يا جماعة على خبر يعجبكم انتم، بالنسبة للناس اللي تبغى دايما تتابع عبد الحفيظ واخته الصغيرة. الخبر هو اخيرا عبد الحفيظ افتتح قناة في اليوتيوب، هو واخته الصغيرة افتتحوا قناة بينزلوا فيها فلوقات وتحديات، يعني زينا كذا بالضبط، اسمها ARN TV. ايوه زي ما تشوفوا فيها 3 مشتركين بس، 3 بس، وانا الحين ان شاء الله راح اكون مشترك رقم 4. فالحين صار فيها 4 مشتركين. طيب يا شباب، هنا التحدي، هل نقدر؟ لا مو بهل نقدر، انا متاكد ان احنا نقدر لانكم دايما ما تقصروا معاي ما شاء الله. هل نقدر يا جماعه نخلي القناه توصل 100,000 بظرف ما ادري كم نعطيها، اسبوع، خليها 24 ساعه، والله ما ادري، نوصلها 100,000 مشترك؟ اتوقع انه هذا التحدي مره قوي. وعلى فكره يا جماعه في مقاطع في القناه، في مقطعين، واتوقع في اللحظه هذه اللي انا قاعد اتكلم فيها في مقطع بينزل، يعني في 3 مقاطع. هل نقدر نخلي قناه ARN TV او قناه عبد الحفيظ واخواته الصغار توصل 100,000 مشترك في ظرف 24 ساعة أو 48 ساعة أو حتى أسبوع؟ أنا متأكد إن نقدر، لأنه كل مقطع أطلع أقول لكم يا جماعة نقدر نوصل هذا المقطع 100,000 لايك، توصلوها أكثر من 100,000، توصلوها 150 200 300، أنتم تقدروا كل شيء. هذا ليش أنا دائما أقول الإجابة دائما عندكم، أول رابط في الديسكريبشن. أبغى يا جماعة نبغاها 100,000 لايك، نبغاها 100,000 مشترك. يلا يا جماعة الرابط تحت في الديسكريبشن، كلكم روحوا اشتركوا في قناة عبد الحفيظ وإخواته أو ARN TV، وروحوا كذا فجر وكذا تعليقات وجاي من طرف علي والاشياء هذه. ابغى عبد الحفيظ لما يصحى كذا الصبح يشوف القناه يلاقي فيها 100,000 مشترك، حيصور وردت فعل عبد الحفيظ لما توصل قناه 100,000 مشترك. والحين ما باقي غير شيء واحد بس، خليكم مع التحدي، تحدي الاختباء مع عبد الحفيظ واخته الصغيره. مشاهده ممتعه. وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم مرة ثانية في مقطع جديد وتحدي جديد. اليوم يا جماعة حنسوي تحدي لكلكم تحبون، هو تحدي الاختباء، لكن التحدي الاختباء اليوم حنسويه مع مين؟ مع عبد الحفيظ واخت عبد الحفيظ راضية. الاثنين بس، هم هذول الاثنين بس اللي حيدخلوا التحدي، هخليهم هم الاثنين يتخبوا، واخر واحد الاقيه هو اللي بيفوز. وش حيفوز معانا؟ شباب اللي بيفوز بعطيه شوكولاتة، اخر واحد بلاقيه فيكم بنعطيه شوكولاتة، تمام؟ خليتهم الحين يدخلوا يخبوا نفسهم، بعطيهم 5 دقائق وبعدين بدخل ادور عليهم بسلاح. يا ساتر. طيب يا جماعة الحين طلعنا برا، نعطيهم 5 دقائق عشان تخبوا وبعدين ندخل. أكيد لا تنسوا يا جماعة اللايك، تشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات، ورحم لي والديكم. بسلاح الفاشل ده تضحك. طيب يا جماعة باقي الحين 2 دقيقتين ندخل عليهم. 2000 years later. يلا مرت الحين 5 دقائق، الحين جاهزين عشان ندخل ندور على الشباب. يلا شباب، شرطة جت. هيبدأ الحين التفتيش. فينك يا عبد الحفيظ؟ انتم فين؟ مو هنا؟ ما اشوف في احد هنا. الأخيرة يا اخوان لازم الحين ايش نعشق. بس ان في احد بيتخبى هنا. عبد الحفيظ اطلع، اطلع عبد الحفيظ. ما في احد هنا. عبد الحفيظ ما في احد هنا. تعال وراي. ما في احد هنا. جايين لكم، جايين لكم. يا ترى هم فين؟ شوف غرفتي، غرفة اليوتيوب. شرطة جت. عبد الحفيظ راضي، سلموا نفسكم وانا اتعامل معاكم. هذه غرفتي طبعا ما فيها احد. والله ذولي حيتعبونا معاهم. شوف في احد هنا ولا لا؟ خلينا نشوف. هل في
في واحد متخبي هنا. انا عبد الحفيظ. معانا فنوسه. ايش تسوي هنا فنوسه؟ معانا اخت عبد الحفيظ. ايش فيك زعلانه؟ خلاص قفطناكي، تعالي اطلع، ايش فيك حترجع تخبي؟ مسكناكي خلاص، شفناكي ما تقدر تخبي الحين، المفروض التحدي خلص، بس لا، باقي الحين عبد الحفيظ. شوف فين راح. عبد داري انك هنا، اطلع. اسمي تاني، ابغاكي تتعاوني معي. وين فيدي؟ وش انا توني كنت حسلكي وين؟ وش وين دافيد؟ انا اللي بسالكي وين عبد الحفيظ؟ فيدي مسويه يعني وين تساليني قبل ما اسالك؟ لا وين عبد الحفيظ؟ عبد الحفيظ. اي تعاوني معانا، يلا تعاوني. شي نعطيكي حلاوه؟ تعاوني معانا. ورينا عبد الحفيظ فين؟ حتورينا. هو فين؟ هنا؟ دافيد. فين راح عبد الحفيظ؟ هنا عبد الحفيظ؟ خلاص اطلع. والله عبد الحفيظ هنا. ترى رابي هي اللي علمت عليك. ايش فيك زعلان انت اللي فزت؟ عبد الحفيظ زعل عشان اخته هي اللي علمت عليه، فايش بنعطيه فرصه ثانيه، بخليه يتخبى مره ثانيه وتدور عليه، بدور على الاثنين، بخليهم يتخبوا هم الاثنين وندور عليهم، نعطيهم دقيقتين كذا يتخبوا وبعدين نرجع لهم. يلا والله عبد الحفيظ تخبى في مكان كويس يعتبر. يلا جايين. خلاص يكفي، دقيقتين خلصت، الشرطه جايه الحين. يلا وراي. جاي عبد الحفيظ. جاي يا فلوسه. فلوسه فين هاي فلوسه؟ للمرة الثانية نمسك فلوسة على السريع. فين كنت تخبي؟ هنا فلوسة وقفطنا. خل ندور على عبد الحفيظ. عبد الحفيظ ما في أحد هنا. عبد الحفيظ تعال وراي. انا اعرف فين الاقيه. تعال ندور على نفس المكان، يمكن هذه فكره، اخبى في نفس المكان. عبد الحفيظ جينا مره ثانيه نقفطك. لا هذه المره لا. فين عبد الحفيظ؟ علمينا فين. لا هنا. لا خلاص دورنا ما لقينا. يعني هنا هنا هنا. والله قفطنا مره ثانيه يعصب. عبد الحفيظ ما هو موجود هنا. ما هو موجود عندنا فيه. يمكن تحت السرير. تعاوني معانا. ايوه انت معانا في الشرطة الحين. تعال دوري. نشوف هنا. اوكي هنا ما في عبد الحفيظ. فلوسة. تعال شوف هنا. هو فين؟ دوري معانا، احنا عيناكي شرطية معانا، دوري معانا، يلا ها، عيناكي شرطية، معانا القائدة فلوسة. دوري هنا. عبد الحفيظ تعالي فلوسه دوري عليه، هو هنا اتوقع. عبد الحفيظ جايين لك. عبد الحفيظ فلوسه هو فين؟ انت تعرفي هو فين؟ تخبى هنا. فلوسه فين راح عبد الحفيظ؟ سمعت صوت يا جماعه هنا. مين هنا؟ قفطناه. شوف المتخبي عبد الحفيظ. مبروك انت اللي فزت. عبد الحفيظ هو اللي فاز. امسك جائزه مقدمه من شركه مدري مين. خلاص يا جماعه عبد الحفيظ اللي فاز. طيب يا اخوان هذا هو التحدي مع عبد الحفيظ واخت عبد الحفيظ راضيه. نبغى نشكر راضيه على التعاونات. شكرا على التعاونات. انت خلاص انت اللي فزت. ايش تبغى؟ انت اللي فزت خلاص. مبروك فزت معانا سلاح، فزت معانا برضه شوكولاته عبد الحفيظ. شوكولاته تلاقيها تحت. المهم يا جماعه كم لايك تبغى هذا المقطع يوصل؟ 100,000. اوكي عبد الحفيظ طلب منكم 100,000 لايك، وصلوها. اكيد اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، ولا كيف علي؟ فعلوا زر التنبيهات واشتركوا في القناه. جهزوا نفسكم لان بنسوي تحدي الاختباء مع الكبار عاد هذه المره. الجزء اللي حيكون جديد او الجزء الثالث حيكون ان شاء الله في الغابه. ترقبوا ان شاء الله يعجبكم يا جماعه. المهم كان معكم علي في تحدي الاختباء، ان شاء الله يكون عجبكم المقطع. دعموه باللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات. يلا بيس، امان الله، السلام عليكم. واو شباب طبعا لا تنسوا التحدي حقنا، قناة عبد الحفيظ وصلوها 100,000 مشترك. شباب وصلوها 100,000 مشترك. قال لكم اخوي، تلاقوا رابط القناة او المقطع في اول الديسكريبشن وبرضه في نهاية المقطع. وصلوه 100,000. يلا بيس.